واحد كان من أهم الأسماء في تاريخ النادي الأهلي ودلوقتي هو مدير الكورة كابتن. ألف مبروك. ازيك انت؟ حياك الله. كل كويس؟ الله يسلمك. الحمد لله. حلوة الصورة. بص، مع الكورة دايما بحكي لها حاجات تحس انها بكلمها. أخبارك إيه كابتن؟ الحمد لله. أو ألف مبروك أول حاجة. الله يبارك فيك. الحمد لله. البطولة دي تعني لك إيه كسيد عبد الحفيظ؟ تسعة. بص، يعني كل بطولة بيبقى لها أهمية بعد بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد، لكن دي كان ليها حاجات يعني أعتقد إنها تبقى حاجات تاريخية. يعني كل بطولة بيبقى لها أحداثها وظروفها وأهميتها بالتأكيد، لكن البطولة ديت أحداث اللي كانت فيها والطرفين اللي كانوا موجودين فيها والأهمية الجماهيرية اللي شهدتها وردود الأفعال اللي موجود في الوطن العربي كله. وأنتوا كمان كانوا فترة من يعني مقطوعين عن بطولة أفريقيا، يعني مزبوط. 5-6 سنوات يعني، ففترة طويلة كمان. مظبوط. كنتوا مشتاقين للبطولة. مظبوط. وبعدين يعني حتى عشان يبين لك أهمية الأهلي عاملة إزاي وتفكير الأهلي عاملة إزاي وشخصية الأهلي عاملة إزاي، إحنا آخر 4 سنين وصلنا فاينل 3 مرات. فاينل 3 مرات ومع ذلك الناس مش راضية بالتأكيد، لأن أنت هدفك الأساسي هو البطولة، ما تحققش البطولة خلاص انتهت، يبقى الفاينل هيكون الدور الأول. صح. إحنا 2017 كنا قدام الوداد، 2018 كنا قدام الترجي في الفاينل، 2019 كنا في دور الثمانية، لكن 2020 كنا في الفاينل. فبيقول لك التارجت اللي بيشتغل عليه الأهلي. كابتن، يعني على حديث النادي الأهلي أسماء كبيرة تروح وتيجي بس الفريق هو الفريق. يعني آخر فترة في أسماء غادرت بغض النظر عن الأسماء، بس في أسماء غادرت النادي. كثير من الناس توقعوا أن النادي يوع الفريق كفريق، بس شفنا العكس. لا، الفريق بتراهن على الهوية الشخصية، يعني بتستمد قوتك من المكان اللي انت فيه، من الهوية بتاعت النادي، من شخصية النادي. أحيانا كتير ما بنكونش الأفضل على فكرة، ما بنكونش الأحلى أو الأعلى، لكن شخصيتك بتديلك ثقة جامدة جدا، تاريخك بيديلك قوة جامدة جدا. يعني التيشيرت نفسه بيديلك نوع من العناد والإصرار والعزيمة والرغبة إن أنت تحقق الهدف ده. مش عشان مش مسألة اشمعنى أنا، لكن في ساعات بيبقى فيها، أنا عارف إن الكرة ما فيهاش الحتة اللي بترتبط بالأمور اللي هي الدموية والكلام الحرب، عارف ده كويس قوي، لكن في ساعات بتسأل نفسك لا، ما يكون يعني مش هيجي عندي أنا والأمر يقل. أنا استلمت الراية من الناس سلمته وهي عارفة كويس قوي إن اللي بعدها لازم يحقق نفس التارجت اللي هم وصلوا له او يحقق نفس الاهداف اللي هم حققوها، فلازم كويس قوي ما يبقاش انا اللي هخل بده. فبتبقى العمليه مش مساله اهداف عايز احققها بس، دي من باب الامانه، انا استلمت حاجه عايز اسلمها كمان بنفس القوه. دور الكابتن خطيب معاكو كفريق، وجوده في المباريات الهامه خاصه بطوله افريقيا، وجوده معاكو قبل المباريات المهمه في التمرين يديكوا ايه؟ بص، يعني انت كلاعب كوره في حاجات بتحسها ان الكلام مش هو اللي هيديني الحاجه اللي انا عايزها، لكن في مسج تتعمل، في رساله توصل بمعنى كتير جدا 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 اكتر من 2-3 ساعات كلام. انا هفتكر موقفين ثلاثه للكابتن معانا في سفريه السودان، يعني مع الهلال السوداني. لو انت خسرت المباراه ديت انت بره البطوله، انت رايح السودان وعايز تتعادل او تكسب فعشان تكمل البطوله. السفريه الثانيه بتاعت سان داونز، الملعب اللي شهد اكبر نتيجه كانت بالنسبه لنا سلبيه في تاريخنا، فانت بتروح هناك ومعاك رئيس النادي مش هيتكلم قبل المحاضره، مش هيتكلم قبل السفر ولا هيتكلم اثناء السفر، لكن وجوده نفسه هو بيقول للعيبه لا انا واثق فيكم كويس قوي واحنا هنرجع ببطاقه التاهل. يعني من الملعب ده اللي شهد حدث كان غريب بالنسبه لنا، لكن هنرجع ببطاقه التاهل. بمجرد فكره ان انت جاي معانا في ظروف صعبه زي ظروف السودان او مباراه الهلال السوداني او مباراه سان داونز او موجود معاك في ليله مباراه الزمالك، فدي مسجات ممكن ما تتقالش لكن هتوصل للعيبه بمفهوم اللعيبه وخبرات اللعيبه ومواقف اللعيبه السابقه. كابتن، انت شايف البطولتين اللي جايين ايه؟ في بطولتين جايين دلوقتي ثلاثيه، البطولتين اللي جايين شايفهم ازاي؟ بص، قدر الاهلي واللي بيشتغل في الاهلي واللي بيتعامل مع الاهلي ان انت امبارح بتاع امبارح بتفرح بيه جدا، لكن بمجرد ما يعني انا النهارده مثلا بتواصل مع وزاره الخارجيه وبتواصل مع سفيرنا في النيجر عشان سفريه النيجر، انا عارف كويس ان بعد بكره يعني هتبقى داخل على حاجه جديده، فاول ما هتحط رجلك في المباراه او هتنزل المباراه الجمهور عايز المباراه دي خلاص،
فرحنا واتبسطنا وزقططنا وزغرطنا وكل حاجه، لكن المباراه ديت بعديها عايزين نبارك. هو ده جمهور النادي الاهلي. ممكن تبقى الثقافه في العالم كله ان المباراه مكسب وخساره، لكن عند النادي الاهلي الكره مكسب وفوز. مفيش يا مكسب يا فوز. ودي بهب دي مسؤوليه كمان، مسؤوليه كبيره قوي كبيره قوي. ولما تيجي تقول يا جماعه ده ما يعني العالم فيه هيقول لك ما هو اللي قبلك كان كده، واللي قبلك كان اكثر يعني تفكيرا ونضجا وثقافه و بس كان عارف ده كويس قوي. فانا عارف جمهور ما يعني حتى المباراه الوديه اللي بيجي يحضرها بيبقى عايزك تكسبها، فانت داخل بالمفهوم ده عايز كمان تحقق حاجه كويسه على المستوى العالمي، على المستوى الالقاب العالميه سواء القاريه او المحليه. عارف كويس قوي ان انت هتقابل برضو يعني لما بتحقق بطولات الاهميه والتركيز اللي قدامك بيزيد اكتر واكتر. فانا دايما بقول للعيبه كده، النجم بالنسبه لي هو الفريق. انت هتعامل معاك، انا كمسؤول هتعامل معاك ان انت نجم، انا هتعامل معاك ان انت نجم، لكن انت ما تتعاملش مع ان انت نجم. اوعى ده مفهوم مهم جدا. يعني اللي هيخبط على الباب ده ويخش ان هو نجم، الخلل هيبقى موجود، هتبقى صعبه. لكن انا هقابلك ان انت نجم وهدي لك وضعك وهدي لك امكانياتك وقدراتك واهميتك هديها لك. لكن لو انت دخلت هنا نقطة مهمة أوي بالمفهوم ده هتبقى مشكله كبيره في الشغل. النجم هنا هو النادي. صح. النجم هنا بالنسبه لنا هو النادي. انا اشكرك كابتن حبيبي، التوفيق دايما. شكرا سعيد ان انا كنت معاك. لك كل التوفيق حبيبي. تسلم.